رغبة في تكاتف الأيدي العاملة في الشؤون القطنية وتقارب الجهود العلمية، أنشئ عام 1959 المبنى المجمع لمختبرات القطن، وهو يضم جميع المختبرات اللازمة لدراسة البحوث القطنية ومختبرات الغزل والتيلة التي تجرى عليها بحوث الصفات القطنية لشعرة القطن وخيوط غزله، مثل الطول والمتانة ودرجة النضج وغيرها من الصفات التي تهم الغزالين ويتوقف عليها رواج تصريف القطن. إن هذا المبنى المجمع بمبانيه الجديدة والتي سيتم إعدادها بعد شهور قليلة يعتبر أكبر مؤسسة لاختبارات القطن في الجمهورية العربية المتحدة، بل يفوق مثيلاته في الشرق الأوسط. وسيزود المبنى بأحدث الأجهزة وتكييف الهواء للصيانة من الرطوبة ودرجة الحرارة.